بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بقى نعمل المايجريت للداتا بتاعتنا. هقول PHP Artisan Migrate عشان هيقوم بعملية المايجريت لكل التابلز اللي عندي. بعد كده PHP Artisan DB Seed. اوكي كده تم عملية او يعني ان هو عمل انجكت او انسيرت لبيانات الادمن في الداتابيس. اوكي فبعد كده لو جيت دخلت على الادمن بانل هيخش معايا بسهولة لان اصبح الجداول عندي جاهزة. فهبدأ اقول تست التست اللي البيانات اللي احنا شفناها في التيرمينال بكل بساطة. وهعمل تذكرني هنا عندي بيكون عندي الداشبورد باي ديفولت بالشكل ده. وببدأ املى من عن طريق الحزمة كل حاجة انا عايزها. طيب خليني ارجع مرة تانية على الحزمة نفسها. طبعا دي الادمن بانل. خلينا هنا الادمن بانل شغالين عليها مفيش اي مشكلة. اوكي هنا بنلاقي انك تستخدم البابون ميكر والراوت ليست والورك فلو. وفي قريب هينزل حاجة اسمها الريكوست تراكنج واليونت تيست اوتوميشن. خليني اقول لك ان الريكوست تراكنج هي وظيفتها عبارة عن شاشة بتتابع فيها كل الريكوستات اللي بتحصل على المشروع. وهنحاول نحط فيها شوية انفورميشن عشان تعرفك حجم الداتا بير 1000 يوزر بير 2000 يوزر بير مليون يوزر. حاجة كده زي ما نقول اللي هي عملية محاكاة سيميوليت كده لي هل حجم الداتا دي هتكون ازاي. وبيكون فيها ريكومنديشن كده ليك ان هل انت محتاج سيرفر بموارد قد ايه. ويعني شويه انفورميشن كده تساعدك في ان انت تحدد الريسورسز اللي انت عايزها. بعد كده هيكون في عندنا اليونت تيست اوتوميشن. ان اول ما بتنشئ الكراد بتاعك هيتم عمل اوتوميشن كود ان هو يستخدم كيونت تيست بحيث انك انت تقيس والتست المودلز والموديولز بتاعتك عموما. يعني طيب مبدئيا احنا هنشتغل على حاجه اسمها بابون ميكر. وده من خلال طبعا هو كان الاول بابون سكيما داتابيز دلوقتي اصبح اسمه بابون ميكر. بتكون دي الواجهه الرئيسيه بتاعته اللي من خلاله بنقوم بانشاء الموديولز بتاعتنا. على طول هو بيكون مسؤول على ان هو يعمل لك ريليشن ما بين الجداول ببعضها. بيكون سهل جدا يربط لك كل حاجه ببعضها بسهوله تامه. كمان الرولز اللي موجوده في الكولومز اللي انت عايزها انك تحدد الفاليديشن بالشكل اللي انت عايزه بشكل افتراضي. هنشوف ده كله مع بعض. طيب مبدئيا هنا بتحط اسم الكراد. انا هشتغل على اللغه العربيه بشكل مثلا تلقائي. خلينا نقول ان انا عايز اعمل تو موديول الدول والمدن. فخلينا اقول مثلا الدول اوكي. وهنا هقول اسم الموديل بتاعي كانتري. احنا عارفين ان في موديل وكنترولر. فهحدد الموديل فولدر بتاع او المودلز فولدر. وهنا الكنترولر نيم هحدد ان هو يكريت الفايل فين. فهقول له كريته في الادمن. تقدر انت تعمل فولدر جديد وتخليه كريت فيه عادي بدون اي مشكله. وهو اوتوماتيك هياخد النيم سبيس ويبدا على طول ينجكت الفايل او النيم سبيس في كل حته. طيب هنا هقول كانتريس اوكي. بعد كده بشوف الاذر لانج. طبعا نسينا اقول حاجه صغيره كده هنا ان احنا في عندنا فونت اوسم. طبعا هو هنا شغال على الفونت اوسم 4 تقريبا. في المستقبل هيبقى في بوتستراب ان شاء الله احدث وفونت اوسم احدث بحيث ان احنا يكون عندنا ايكونز كتير. بس دي ايكونز الفري اللي انا لقيتها لحد دلوقتي. لكن كل ما هينزل ايكونز فري هقوم باضافتها على طول. طيب خلينا نقول مثلا جلوب عشان استخدمه كيعني ان ده موديول الدول. اوكي هنا في شويه اعدادات بسيطه كده بقول له لارافيل كولكتيف اللي هو انت عايز يتم انشاء ال HTML كود بتاعك اللي في البليت فايل عادي ولا عايزه باللارافيل كولكتيف. انا هقول له باللارافيل كولكتيف عادي. طيب هنا بقول له انت عايز تنشئ الموديول لكن ما تعملش مايجريت لي الفايل بتاع الموديول. انا بقول له
اعمل لي مايجريت. طيب هنا هاف ادمن اي دي، ان انت عايز يكون الادمن اي دي يتم اضافته تلقائي جوه السيستم، ان هو مثلا لما يجي حد ينشئ دوله يخزن ان تم اضافته بواسطه المشرف الفلاني. هقول له ايوه. عندي حاجه اسمها نيبل سوفت ديليت، ان انا لو الدوله دي اتحذفت عايزها يتم حذف ناعم ولا حذف فورس ديليت، فانا هسيبها من غير سوفت ديليت. طيب هنا على الشمال بيقول لي ان انت تم تنصيب اللارافيل كولكتيف، وان تم تنصيب الياجرا داتا تيبل يعني، والانترفنشن ايمج. طيب المهم ان يكون عندك الحزمتين دول يتم تنصيبهم عشان هتستخدمها هنا، وان الكود اللي هيتم انشاؤه هينشأ بناء على الياجرا داتا تيبل. هنا عندك ميك موديل فايل، هنا ميك كنترولر، ميك فيوز، هنا ميك داتا تيبل فايل، ميك مايجريشن سكيما فايل، والاوبشنز دي كلها مفيدة ليك. طيب خلينا اقول كولوم، وده بتكون الانترفيس الخاصة بالبابون ميكر. باجي هنا هقول مثلا اسم الدولة، طبعا كان في عندي مشاكل في الاتجاهات هيتم حلها ان شاء الله. طيب هنا عندي بحدد نوع الكولوم، هقول ان هو تكست. طيب هنا هقول له country name AR، انا ممكن اخليه عربي انجليزي بالشكل ده. وهنا عندي have validation، ان انا عايز اعمل validation على الكولوم ده، فبقول له لاحظ هنا بيقول لي basic rules بالنسبة لي country name AR. لو غيرت اي تغيير بيحصل هنا على طول بيكتب لك الاسم، عشان انت هيبقى عندك كولومز كتير، فانت ممكن تتوه ما بين الرولز وبعضها، فتبقى عارف انت واقف عن انهي كولوم عشان ما يحصلش عندك تضارب او كونفليكت. فبقول له ان هو required اوكي string ونوعه required، او يعني سوري هو required ونوعه string عفوا. في advanced rules، ان انا هنا بقدر احط advanced rules، اقول له required f، وبقول له حاجات كتيرة هنتعرف عليها يعني. طيب في السكيما ريليشن ات فورين كي وهكذا، هنشوف ازاي واحنا بننشئ السيتيز او المدن هنشوف ازاي نستخدم الفورين كي بسهوله. طيب خلي بالك ان انا طالما حددت هنا ان انا هاف ادمن اي دي، فلابد ان انا اعمل ربط للادمن اي دي هنا. ممكن اقول له كده ادمن اي دي واقول له اختار لي الادمن موديل، على طول هيديك زي يعني محاكاة كده بالشكل ده للموديل. اوكي عندي ببدأ احط الكولوم التاني. طبعا انا هنا خلاص خلينا ناخد ده كوبي هنا عربي اوكي او بالعربية اوكي، وهنا اسم الدولة بالانجليزية، ده على سبيل المثال يعني. طيب انا كل ده بشرح مش بس بستخدم بسرعة، لكن وانت بتنشئ هيبقى الموضوع اسرع من كده بكتير. طبعا عشان يعني خلاص احنا حددنا هنا الريليشن، فممكن اقفل دي عشان اشوف اللي بعدها. فهنا بقول له البيزك رولز برضو required ويكون string اوكي. عندي ايه كمان؟ عندي هقول كود الدولة، هقول مفتاح الدولة تمام، هقول له كود او country كود بالشكل ده، وممكن احدد له برضو من هنا، لكن خلي التكست برضو، واقول له have validation، واحدد اقول له ان هو required ويكون عندي خلي بالك integer ونمرك، والفرق ما بينهم معروف، ان هنا لازم تكون قيمة رقمية وهنا لازم تكون ارقام حقيقية، لكن هنا 0 و 1 integer 0 و 1، لكن هنا نمرك فاحنا بنقول له نمرك عشان يكون فيه ارقام من 0 ل 9. طيب عندي ايه كمان؟ عندي مثلا علم الدولة، هقول مثلا ايه علم الدولة او صورة علم الدولة اوكي. هبدأ احدد اقول له ان انا عندي فايل اوكي هيتم رفعه، فهاجي هنا هقول له country مثلا flag. طيب country flag طبعا ده لازم يكون image، فبقول له basic rules required ويكون image اوكي required و image. ممكن اقول sometimes nullable او required و image اوكي.
باجي حاجة كمان هقول له مثلا الايزو عشان جوجل ماب مثلا، هقول له ايزو بالشكل ده كده، عشان طبعا الايزو ده الناس اللي اشتغلت على جوجل ماب، انت عايز مثلا تخلي البحث في نطاق دولة معينة لا، فانت عايزها تبقى دايناميك، فانت هتحط له الايزو، فهنا هقول كانتري ايزو طبعا، وليها استخدامات تانية في حاجات تانية كتير. طيب هل الايزو اجباري؟ لو انا مثلا شايف من وجهة نظري ان هو اجباري بشتغل عليه وبقول له ان هو سترينج عشان ما حدش يحط لي ارقام. اوكي يعني خلينا نقول كمان ان انا عندي مثلا حالة الدولة، هقول حالة الدولة او حالة ظهور الدولة مثلا، هيكون مثلا سيلكت. عندي اسلوب السيلكت بالشكل ده، او ان انا ممكن اعمله سويتش 01، ممكن اقول له مثلا اهو كانتري ستاتس مثلا، فهقول له مثلا ايه شو اظهار، بعد كده هيد اخفاء بالشكل ده. طبعا ممكن انت ما تشوفهاش كده، لكن هنا في عندي مشكله، ما اعرفش كانت الانبوتس جايه من الشمال بعد كده اصبحت في اليمين، لكن كل ده هتعدل مفيش اي مشكله فيه. لكن تعال نبص هنا على الكود، هيبقى بالشكل ده كده، الكانتري ستيتس فيرتيكال بار شو اظهار، طبعا في فاصله، بعد كده سلاش هيد اخفاء. ممكن اقول له يعني حط انت بس المسميات اللي انت عايزها. طيب خلاص حددت الدروب داون بتاعتي بالشكل ده، هقول له هاف فاليديشن بيزك، بقول له في البيزك خلينا ريكوايرد. اوكي طيب تعال نشوف مع بعض بقى هنا، وانا ببيلد الكراد بالشكل ده، هقول ريبيلد كراد، هيتم انشاء الموديل او الموديول سوري بسهوله تامه. فاروح هنا على الداشبورد، هعمل ريفرش، هلاقي ان الدول نزلت عندي بكل بساطه. طيب نشوف مع بعض، لو رحت هنا على الدول نفسها هلاقي كل حاجه جاهزه عندي، لاحظ اوكي، وحالة ظهور الدولة نازلة از دروب داون، ورقم السجل واسم الدولة بالعربي وبالانجليزي ومفتاح الدولة وصورة علم الدولة. طبعا انا اقدر اضيف زي ما انا عايز، فهاجي هنا ممكن اقول مثلا المملكة العربية السعودية، ممكن اقول مثلا كي اس اي عشان بس الوقت، واقول له مفتاح الدولة بالشكل ده، واقول له صورة علم الدولة. اوكي خلينا اختار اللوجو ده مثلا، اختار اللوجو ده مثلا يعني، انا اسف طبعا للمملكة العربية السعودية. هقول الايزو اس اي عشان ده مش العالم بتاعي يعني، فبنعتذر لاخواتنا في السعوديه بس عشان حاجه نجرب بيها. فاول حاله الظهور عرض او اخفاء، فهو العرض. بعد كده اعمل اضافه، بيتم الاضافه بشكل تلقائي، بلاقي ان انا اقدر اشوف الصوره از موديل او موديل بالشكل ده، واقدر اقول له اعمل لي فلتر بحسب حاله الظهور، لاحظ بالاخفاء او بالعرض فقط، ممكن اسيرش جوه الانبوتس بتاعتي، واقدر اشو البيانات بتاعت الدوله. لاحظ هنا هيقول لي ان هو تم الاضافه بواسطه المشرف ادمن، واسم الدوله المملكه العربيه السعوديه، واسم الدوله بالانجليزيه كي اس اي، مفتاح الدوله وحاله الظهور وصوره علم الدوله برضو بتظهر بالشكل ده، والدنيا الحمد لله سهله ما فيهاش اي حاجه صعبه. عندي كمان هقول ان انا عايز اعمل تعديل عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. اوكي لاحظ اهو، وبقدر اشوف الصوره القديمه، وبقدر ارفع صوره مكانها. اوكي بس لاحظ هنا ان انت بس هتبدا تعمل شويه كاستمايزيشن بايديك لحد ما نحل المشكله دي، ان انت الصوره عندك هنا مثلا مش ينفد ان هي في الكرييت اجباري، لكن في الايديت، في الايديت على الدوله مش اجباري، فانت هتقول له sometimes notable، فاحنا هنحلها ان شاء الله، بس يعني هنشوف كده مع بعض. لما نقول حفظ هيقول لك ان انا عايز صورة علم الدولة. هنا بقى نرجع للكود بتاعنا اللي تم انشائه بشكل اوتوماتيكلي، وهاجي هنا على الاب HTTP، بلاقي controllers، نزل عندي ال validations folder automatic، ونزل جوه countries request بالشكل ده كده. اول ما هفتحه هلاقي ان انا جوه في الكرييت شغل الرولز دي، في الابديت شغل الرولز دي، ولو تلاحظ قام بانشاء كود بصوره بسيطه جدا ومرتب بالشكل اللي قدامك ده، وحاطط لك الاتريبيوتس بتاعته، وعمل لك كل حاجه، فقط كل اللي عليك هتعمل شويه كاستمايزيشن، فهقول sometimes nullable. طيب خلينا اعمل حفظ، واروح كده بقى اشوف واعمل حفظ مره تانية من هنا، هيتم الحفظ
بكل بساطة. طبعا تم مراعاة عمليات التحقق من الريكورد والحاجات اللي كانت حاصلة في الحزمة بشكل آخر. طبعا هنا صورة علم الدولة، ده تقريبا بج كمان حصل معايا، المفروض ان الصورة ما تتحذفش، معرفش صراحة انا كنت بفكر في ايه وانا شغال، فحصل البج ده، او مش بج، خلينا نقول ان هو يعني غلطة بسيطة. طيب خليني اروح كده على الكنترولر، هلاقي ان انا هنا المفروض ان انا في الستور لو انا ما بعتش الصورة بحط ان الكولوم يكون نال او امتي بالشكل ده، لكن الخطأ اللي انا وقعت فيه ان انا زودته كمان في الابديت هنا، فالمفروض ان ده الالس دي ما تكونش موجودة. اوكي، فده خطأ هيتم معالجته بعد الفيديو ده بشكل مباشر، هتلاقي ان الدنيا عندك سموزي جدا. لكن تعال نبص بقى هنا على الكنترولر، شايف شكله لطيف ازاي وبسيط وصغير جدا وسهل القراءة. طبعا في بعض الهيلبر فانكشنز تم اضافتها، تعال نشوف كده. لو رحنا على routes configurations دوت بي اتش بي هلاقي ان انا اضفت لك مجموعه ميثودز جديده، اللي هي مثلا زي الفلتر اليمنت والام كي فلتر، سوري الام كي ميثود او سوري فانكشن، والفلتر اليمنت فانكشن، وريدايركت ويز سكسيس، وريدايركت ويز ايرور، وباك ويز سكسيس، ويز ايرور، باك ويز ايرور، وايرور ريسبونس. انت كل الميثودز دي انت عارفها، هي بس مجرد هيلبر فانكشن على طول بتوفر لك وقت وجهد مش اكتر ولا اقل، تقدر انت تمسحها او تشتغل بحاجه تانية مختلفه. طيب نرجع تاني وخلينا اختار صوره، فهقول مثلا صوره كده للتجربه، الصوره القديمه هيتم حذفها والصوره الجديده بالشكل ده. طيب خلينا نرجع مره تانية ونعمل اديت ونشوف هل الصوره ريكوايرد ولا لا. اكيد الصوره مش هتبقى ريكوايرد لان احنا عدلنا في الفاليديشن بتاعتنا. طبعا الباكج على طول بتعمل لك الكاستم فاليديشن بالشكل ده، اون كرييت واون ابديت. دي حاجه. الحاجه التانية اني انا لو فرضنا ان انا رايح اعمل اديت، تمام، فجيت اخش على ريكورد مش موجود، تعال نشوف. هتلاقي الباكج على طول حاطه لك الكونديشنز اللي بتتحقق من الكلام ده، حتى لو بتعمل شو لريكورد مش موجود برضه هيديك نفس الرسالة، مرجعك على المكان اللي انت كنت واقف فيه، والدنيا الحمد لله يعني زي الفل. هنا هنبص كده مع بعض، هنلاقي ان مثلا شايف هنا اف ستيتمنت بالشكل ده، بس عشان تحميك من ان يكون في ايرورز تظهر كده بشكل فج. هنا المفروض ان هي بيحصل فعلا زي ما قلنا في الستور، لكن هيتم حلها بعد الفيديو ده بشكل مباشر ان شاء الله عز وجل. الداتا تيبل تعال نتفرج عليه ونشوف هيكون بالشكل ده. على طول بينشئ لك الكراد بتاعك مع الداتا تيبل بكل الكولومز بتاعتك، لو في زي ما شفنا كده الفلاج في هنا، لاحظ الفلاج تم اضافته. اوكي، لو يعني حصل ان هو هتعمل في حاجه فيها HTML على طول الباكج بتعملها. عندك هنا الكانتري ستاتس اللي هي الاينوم اللي احنا عملناها، تعال نبص هنا تحت اهي، وعملت الفلتريشن شغاله، وهتلاقي ان الميثود تم اضافتها الخاصه بالسيلكت، لاحظ جواها الشو والهيد. اوكي، وتقدر تكستمايز زي ما انت عايز على الميثود. طبعا الميثود هتلاقيها في الكونفيجريشن دوت بي اتش بي، وتشوف ده عباره عن كود جافا سكريبت بالشكل ده كده. طيب نرجع مره تانية على بقيه الحاجات بتاعتنا، هنروح على المودلز، هنلاقي في المودلز هنا لاحظ الكانتري دوت بي اتش بي موديل نزل بالشكل ده وتم انشاؤه وكل حاجه تم تضمينها، بيكون في دوبليكيت للاي دي هيتم حله ان شاء الله برضو المشكله دي، لكن هي مش مشكله تؤدي الى خساره في حاجه، لكن هنقول ان هي مشكله وهيتم حلها، او يعني زياده في الاف ستيتمنت عندي فهعالجها ان شاء الله. طيب خلاص دي كده بالنسبه للدول. طبعا نروح للريسورسز، نبص هنا على الفيوز، هلاقي الادمن، هلاقي زي ما انت شايف كده انشا لي الكانتريز فولدر، وابص الاقي ان هو حاط لي الاندكس وحاط لي الكريت بليد وحاط لي الايديت بليد، حاجه كده يعني بيزك جدا، ويعني طبعا انت تقدر تعمل احسن منها، لكن انا بحاول اساعدك مش اكتر ولا اقل، لكن الدنيا بسيطه ان شاء الله وتقدر تستخدم الحزمه بكل سهوله. هتلاقي في ميثود عندك اسمها ايرل، برضه هتلاقيها في
الكونفيجريشنز، ودي وظيفتها ان هي بس بتسيف الباس بتاع الادمن، وعشان تعدل الباس بتاع الادمن ده هتروح على الادمن دوت بي اتش بي، هتلاقيه فوق هنا في السنجل تون دي، تقدر تعدله زي ما انت عايز. هنا في الريتيرن، حط النيمز اللي انت عايزها بكل بساطه. طيب نقف لحد كده بالنسبه للكانتريز. طبعا لو رحنا للادمن هنلاقي ان هو اضاف لك الريسورس، لاحظ، والمالتي ديليت. عشان لو حبيت كمان، خلي بالك لو انت حبيت تعمل ديليت لريكورد بالخطأ، او يعني انت حاولت تعمل ديليت لريكورد وفي صاحبك قاعد على نفس السيستم وعمل ديليت لنفس الريكورد، ما يحصلش كونفليكت ما بينك وما بينه. فلو تلاحظ هنا نعم متأكد، فهتحذف وهيحذف معاك وهيحذف الصور وهيحذف كل حاجة. طبعا في كلاس للابلود اللي هو فايل ابلودر، طبعا هتلاقيه متضمن تلقائي هنا. لما تيجي تشوف مثلا اهو ات ابلود، وبياخد تو بارامتر، واحد الاولاني بياخد اسم الفايل ريكويست، اوكي، التاني الباس اللي هيروح يضيف عليه الصوره، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. طبعا لو رحت دي الباس هتلاقي ان هو بيوديك على الفايل ابلودر، تشوف هنا في شويه بارامتر هتقدر تفهم منها الباس. ولو انت حبيت تعمل مالتيبل ابلود وتخزن كمان البيانات على الفايلز في البلاي ليست القديمه، في طريقه للكلام ده. نقف لحد كده، وبعد كده في الدرس القادم او الفيديو الجاي هنشوف ازاي نعمل بقى المودن والخاص الموديول بتاع المودن، ازاي هننشيت او يعني او هنركب نعمل ريليشن للمودن مع الدول. فالموديل ده هنعمله في الفيديو اللي جاي، وانا اسف طبعا للاطاله. سلام عليكم.